تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. سنستكمل اليوم إن شاء الله الفيديو الخامس والأخير من فيديوهات شابتر 2. فاضل عنا فقط عنوان واحد بهذا الشابتر، هو الفري فولينج أوبجيكتس أو السقوط الحر للأجسام. السقوط الحر للأجسام، فري فولينج أوبجيكتس. هذا موضوع سهل جدا لأنه يعتمد على الموضوع اللي قبله بالتمام والكمال. احنا موضوعنا اللي قبله كان حركة الأجسام تحت أو التي تتحرك بتسارع ثابت. الفري فولينج أوبجيكتس أحد هذه الحركات التي تتحرك بتسارع ثابت. إيش هو الفري فولينج أوبجيكتس؟ إيش تعريفه؟ بيقول لي أني أوبجيكت، أي جسم موفينج فريلي أندر ذا إنفلونس أوف جرافيتي. إذن أي جسم بتحرك فقط تحت تأثير الجاذبية الأرضية is said to be in free falling motion. Influence تأثير، gravity هي الجاذبية الأرضية. إذن هذه gravity هي الجاذبية الأرضية، هذه الجاذبية، لأنه كتير حنكررها، الجاذبية. إذن شو اللي فري فولينج اوبجيكتس؟ مين بيأثر عليه؟ الجاذبية الأرضية. في غير الجاذبية الأرضية؟ لا، هذا هو الفري فولينج اوبجيكتس. إذا كلمة فري لأنه لا يؤثر عليه إلا التأثير الطبيعي الرباني وهو الجاذبية الأرضية. تمام. طبعا الجاذبية الأرضية احنا بدنا نعتبرها ثابتة، مظبوط، هي بتتغير من منطقة لمنطقة، لكن احنا بدناش نفوت بهذه التغييرات. احنا بنعرف انه الجاذبية الأرضية، او لازم نعرف انه بتختلف اذا كانت المنطقة عالية ولا المنطقة واطية، رام الله غير عن اريحة، لكن برضو هذا بدناش ناخده في عين الاعتبار. احنا بدنا نعتبر انه الاكسلريشن تبعت الجرافيتي او تسارع الجاذبية الارضية ثابت. اذا اسيومينج، ايش يعني اسيومينج؟ يعني بافتراض the gravitational acceleration. gravitational اللي هي تسارع الجاذبية. ايش رمز المتعارف عليه؟ هو جي، denoted by G، ويرمز لها بالرمز G is constant. إذا نحن بدنا نفترض إنه تسارع الجاذبية ماله constant. So we can consider the motion of a free falling body as a linear motion with constant acceleration. إذا هي حركة خطية باتجاه واحد بتسارع ثابت. الخط بدل ما هو أفقي الآن هو عمودي، بس هي التغيير. والاكسلريشن معروفة جي. قديش قيمة جي هذه؟ جي متعارف عليها انها بتساوي 9.8 متر بير سكند تربيع، او بالنظام البريطاني 32 قدم لكل ثانية تربيع. تمام. اذا زي ما انا حكيت توي، بما انه الحركة عمودية، since the motion is vertical we take our axis to be the y axis. اذا شو هو محور الحركه؟ السيني ولا الصادي؟ الصادي. احنا رمزنا للبوزيشن، ايش رمزنا له؟ اكس. ليش اكس؟ على اعتبار انه الحركه افقيه، اكس. لكن هنا بدي اغير الاكس بايش؟ بواي، بواي. والبوزيتيف سنس اتجاه الموجب كيف؟ لاعلى. اذا اتجاه الموجب لاعلى، لما كان افقي اتجاه الموجب لليمين، الآن في العمودي اتجاه الموجب لأعلى. تمام. إذا بقول لي so we replace x by y and the acceleration a by ناقص g. تمام. اتفقنا ليش الناقص g؟ لأنه الجاذبية الأرضية كيف اتجاهها؟ لأعلى ولا لأسفل؟ لأسفل. طب أنا موجب كيف؟ لأعلى. إذا هذه سالبة. إذا the negative sign is because the gravitational acceleration is always downward، إلى أسفل. تمام. أكم معادلة كان عندي في الفيديو السابق اللي تتحكم بالحركة بسرعة ثابتة؟ أربع معادلات. هدول نفسهم الأربع معادلات. إيش أسوي بس التغيير؟ وين في X حط Y، وين في A حط minus G. إذا we replace X by Y والA by ناقص G. نشوف نرجعهم مع بعض. V final بيساوي V initial، كانت زائد AT، قيمت زائد A وحطيت ناقص G. تمام. هديك كانت X final ناقص X initial، قيمت بدل X حطيت Y، وبدل نص A صار ناقص نص G. تمام.
الثالثة في واي فاينل ناقص واي انيشال بدل اكس فاينل ناقص اكس انيشال. تمام، هذه بدل اكس فاينل واكس انيشال واي فاينل واي انيشال، وبدل الاي حطيت ناقص جي، هدول نفسهم المعادلات. تمام، ايش بيقول لي هنا؟ remember that the gravitational acceleration g is constant in magnitude and in direction, and this means that the negative signs هدول negative in the last equations will not be changed unless you change your positive signs regardless of the direction of motion. ايش يعني؟ بيقول لي انا هذه المعادلات ليش غيرت الـ a ناقص g؟ عشان الاكسلريشن داونورد. طب هذه تعتمد انه الجسم طالع ولا نازل؟ لا، طالع ولا نازل ما لهاش دعوه بالاكسلريشن. ليش؟ الاكسلريشن ما لهاش دعوه بالحركه، الاكسلريشن ربنا خلقها، هذه مكون من مكونات الطبيعه ربانيه، وبالتالي ما بتتغيرش، لا حتكون مايله ولا حتكون لاعلى، دائما لاسفل. هلقيت بما انه انت ماخذ موجبك لاعلى، إذا هذه دائما سالبة. طب كيف في بعض معادلات بحطوها موجب؟ بقول له بيكون هو ماخذ كل إشي لأسفل موجب، كل إشي لأسفل موجب، وهذا بدناش نخش بالتفاصيل عشان ما نخربطش. مظبوط، إحنا قلنا من أول إنه اتجاه الموجب لأعلى إلا إذا بدي أغير، لكن أنا بديش أغير، بدي أخلي اتجاه الموجب لأعلى. إذا هدول المعادلات بديش أغيرهم، الناقص ناقص ناقص بيضلوا. تمام، نشوف هالسؤال. كويز بيقول لي a ball is thrown upward in a free falling motion، كرة قذفتها لأعلى، إذا قذفتها لأعلى فلتها من إيدي خلاص وهي طايرة، مين بيأثر عليها غير الجاذبية الأرضية؟ ولا حدا. إذا هذه free falling ولا لا؟ free falling. إيش تسرعها؟ تسرع الجاذبية الأرضية. تمام، بيقول لي its acceleration تسرعها بيزيد بينقص increases decreases decreases and then increases، بيقول لي بتتناقص بعدين بتتزايد ولا بتبقى زي ما هي؟ انا ايش توي حكيت؟ هذه تسارع رباني. ايش يعني؟ ثابت في المنطقة الواحدة، ثابت بتغيرش، طلعت الجسم نزل الجسم وقف الجسم ماليش دعوة. اذا هذه تسارع اي جسم بتحرك في free falling ايش بيكون؟ stay constant. تمام، برضو كمان مثال بيقول لي برضو a ball is thrown upward in a free falling motion. الان بسأل ليش على الاكسلريشن؟ ايش بسأل؟ بيقول لي سرعتها كيف؟ هل هي increases ولا decreases ولا decreases and then increases ولا تبقى ثابتة؟ طبعا تبقى ثابتة مستحيل. ليش؟ لأنه في تسارع. وإيش التسارع؟ هو بقيس معدل تغير السرعة. يعني بما إنه في تسارع إذا السرعة مش ثابتة. خلصنا حكاية إيش؟ إنه stay constant. طيب بتزيد السرعة ولا بتقل؟ قال لي هي طالعة بتقل وهي نازلة بتزيد. طب أنت قلت لي هي أنا قذفتها الأعلى، ما زال قذفتها الأعلى، حط لها تقل 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 لما تصل لأقصى ارتفاع، بعدين وهي نازلة بتزيد، إذا decreases and then increases. تمام، نحل هالمثال، اطلعوا هالمثال. هذا رجال واقف هنا، وين؟ على سطح مبنى، واقف على سطح مبنى، إيش معاه؟ معاه حجر. A stone thrown from the top of a building with an initial velocity of 2 meter per second straight upward. هذا الرجال راح قذف الحجر straight upward بسرعة ابتدائية قديش مقدارها؟ 20 متر per second. تمام، the stone is launched 50 meter above the ground. إذا هذا قذف من ارتفاع 50 متر عن الأرض، إذا هنا في 50 متر ارتفاعه عن الأرض. تمام، اعتقد انه هنا بس بدي ارفعها عشان تبين، لانه انا مش مبينه عندي هيك، اظني تزبط معايا. تمام،
The stone is launched 50 meters above the ground, and the stone just misses the edge of the roof on its way down, as shown in the figure. بيقول لي بما انه هذا واقف على حافة المبنى ضرب الحجر وهو راجع الحجر ايش سوى؟ ما رجعش على المبنى. هاي سوى؟ نزل للأرض. إذا النقطة إيه هذه ايش هي؟ الأرض. تمام؟ نشوف ايش مطالبه. Determine the time at which the stone reaches its maximum height. بيقول لي احسب لي قديش الزمن اللازم عشان الحجر يصل its maximum height. هذه النقطة بي. Its maximum height. مين يقول لي قديش السرعة النهائية عند النقطة B؟ maximum height صفر. إذا دائما عند maximum height السرعة العمودية صفر. السرعة العمودية مالها؟ صفر، لأنه لو في سرعة كان ضلوا طالع، خلص خلصت بعدين بنزل. تمام. find the maximum height، بده الارتفاع، بده الارتفاع من هان لهان، بده الارتفاع. تمام. determine the velocity of the stone which it returns to the high from which it was thrown. بيقول لي حدد لي سرعة الحجر لما يرجع على نفس ارتفاع النقطة اللي انطلق منها. يعني وين؟ لما يرجع عند النقطة C. لما يرجع عند النقطة C. طيب find the velocity and the position of the stone at T بتساوي 5 seconds. بيقول لي يا ترى بعد T بتساوي 5 seconds جيب لي وين صار الحجر وقديش سرعته. تمام. هل هو هان ولا هو هان دي زي ما هو حاطط؟ بدنا نشوف. find هذا المطلوب الخامس. find the velocity of the stone just before hitting the ground. قبل ما يصل الارض مباشرة قل لي قديش سرعته. واحد بيقول لي ما هو وقف زيرو. زيرو بعد ما ضرب في الارض. لما يضرب الارض يبطل فري فولينج، صار عليه قوه ارتطام الارض. ها ايش بدك؟ بدي قبل ما يرتطم بالارض مباشره. ها جاست بيفور. ايش يعني جاست؟ قبل. جاست بيفور هيتينج ذا جراوند. جاست هذه جاست مهمه. جاست بيفور لانه بيفور ممكن تكون هنا وهي بيفور. لا جاست بيفور هذه النقطه. حلو. نيجي نحل الأسئلة نشوف كيف الحركة بتصير. طلعوا علي هاي الكرة، شايفين الحمراء ظهرت على الشاشة. هاي طلع 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 لما وصل أقصى ارتفاع وقف. خلص قديش السرعة هنا؟ السرعة صارت قديش؟ زيرو. إذا هنا السرعة صارت زيرو. إيش رمز السرعة؟ V. قديش بتساوي؟ زيرو. عند النقطة وين؟ عند النقطة B. تمام. بده يضل واقف معلق؟ لا. ايش بده يصير بعد كده؟ بده يرجع. رجع 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 وصل الارض. تمام. اذا هذه هي حركتي. اعيدها. طلع 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 ووقف لحظيا ثم نزل. هاي سؤالي. تمام. بيقول لي تشوز بوينت A اللي هو النقطة اللي انطلق منها الحجر as initial point. إذا هاي الريفرنس تبعي. أبنائي بنات الطالبات والطلاب، هاي الريفرنس بوينت as initial point at point B في الفرع الألف at the final point اللي هو الماكسيمم هايت. لأنه هو بده بيقول لي قديش الزمن لما يصل النقطة B. إذا النقطة الابتدائية A والنقطة النهائية إيش؟ B. حلو. إيش بده؟ بده الزمن. إيش في عندنا؟ الأكسلريشن دير بالكم دائما معروفة قديش؟ ناقص G. G 9.8 متر بير سكند تربيع. حلو. سرعة ابتدائية يعطاني إياها 20 متر بير سكند. سرعة نهائية ماكسيمم هايت زيرو. مظبوط ولا لا؟ حلو. إيش في كنا عندي؟ الأكسلريشن معروف. إيش بدك الزمن؟ إذا المعادلة الأولى بتجيب لي إياها. إذا at the maximum height قديش V final؟ زيرو. قلت له هاي المعادلة. V final بيساوي V initial ناقص GT. إذا T V initial ناقص V final على G. طبعا أنا عملت هذه، هذه جبتها هان وهذه جبتها هان، فصارت V initial ناقص V final على G. قديش V initial؟ قال لي 20.
قديش في فاينل؟ قال لي زيرو. قديش جي؟ 9.8 متر بير سكند تربيع. احسب 2.04 سكند. اذا قديش استغرق ووقت عشان يصل لاقصى ارتفاع؟ 2.04 سكند. ايش مطلوب الثاني؟ بده الماكسيمم هايت. الماكسيمم هايت يعني بدي البوزيشن عند النقطه بي، بدي واي فاينل، بدي واي فاينل. تمام. ايش القانون اللي بيجيبها؟ هيو في فاينل تربيع بتساوي في انيشال تربيع ناقص 2 جي واي فاينل ناقص واي انيشال. طبعا احنا اتفقنا واي انيشال قديش؟ اخذناه زيرو. واي فاينل بدي اياها قديش؟ في فاينل صفر، في انيشال 20. طلعت الجواب ولا لا؟ فيش اسهل منها. هاي في واي فاينل اتش اللي هي الارتفاع من هان لهان، بدي اعتبره اتش، بتساوي 20 تربيع اللي هو 400 على 2 في 9.8 حوالي 20. طلعت حوالي عندي 20.4 متر. اذا من هنا 20.4 متر. حلو. ايش بده بعد كده؟ بقول لي قديش سرعتها لما وصلت النقطة سي. اول قبل ما احل، قبل ما احل، ذاكرين انتوا في هناك وهو نازل عند النقطة سي وصل لها وهو طالع ولا وهو نازل؟ النقطة سي كيف وصل لها؟ ارجع هذا هي. النقطة سي كيف وصلها؟ نازل، ودي نازل، وإي نازل. إذا سي ودي وإي السرعة بتتوقعوها موجبة ولا سالبة؟ السرعة لأسفل وأنا موجبة لوين؟ لأعلى. إذا إيش بتتوقع السرعة تكون؟ تكون نيجاتيف. يلا نحل. إيش بده في سي؟ determine the velocity at point C. بده الفيلوسيتي. إذا عند النقطة سي. Now choose the final point at point C. مين يقول لي قديش واي فاينال؟ ها واي انيشال صفر، طب واي فاينال؟ اتطلعوا اي وسي ايش في فرق بينهم؟ مش على نفس المستوى؟ اذا واي انيشال صفر، واي فاينال برضو صفر. اذا بيقول لي واي فاينال بتساوي واي انيشال بتساوي صفر، وانت بدك سرعه، هذا هي في فاينال تربيع بتساوي في انيشال تربيع، وهذا كله صفر. معناته هادي الفاينل بتساوي الانيشال، الفاينل بتساوي الانيشال. قديش الفاينل؟ 20. طب ليش اخذت السالب 20؟ لانه هي في فاينل تربيع بتساوي في انيشال تربيع، وبالتالي لما انت تطبع ال 20 400 ارجع خذ جذر التربيعي، قال لك اه زائد او ناقص. اذا انا في عندي حلين، الزائد والناقص. طب انا فيزيائيا ايش اللي مقبول، الزائد ولا الناقص؟ واحد بيقول لي زائد اسهل. لا، لانه زائد بتعني انه الجسم ماشي لاعلى، وهنا عند النقطه سي اتفقنا الجسم نازل ولا طالع؟ هو نازل. اذا بنفعش يكون طالع لاعلى واختار زائد 20، لازم اختار السالب 20، لاني انا متاكد عند النقطه سي كيف كان الحجر نازل لاسفل. اذا بيقول لي وي تشوز ذا نيجاتيف روت، اخذنا الحل السالب because we know that the stone is moving downward at point C. بمشي downward at point C. حلو. choose the final point after 5 seconds. طبعا انا حطتها دي وانا مش عارفها لسه، الاصل اني بعرفهاش اي نقطة، عادي بقول لكم ليش عرفناها دي. قال لي الان انت عندك الزمن 5 ثواني. بس طبعا انتوا شايفين انه هنا قديش هذه طلعت 2.04، وهي طالعه 2.04 وهي راجعه 2.04، فهذه حوالي 4.1 سكند رجعتها. معناته بعد الاربعه بتكون نازله هيك، فبعد خمسه بتوقع انها تكون هنا. على كل الاحوال خلينا نشوف بده ايش. بده البوزيشن والسرعه. البوزيشن بده واي، بده واي فاينل، يعني واي فاينل ناقص واي انيشال بيساوي في انيشال في تي ناقص هاف جي تي تربيع. اعطيتني تيب، قلت لك اه بعد 5 ثواني. وقديش واي انيشال؟ انا اخذتها وانا وياك، هاي الواي انيشال صفر. طيب طلع لي واي فاينل، ايه طلعت بالسالب، طلعت بالسالب. ايش يعني واي بالسالب؟ ما انت اخذت هاي الصفر،
انتهي الصفر، معناته كل حاجة لأعلى موجب وكل حاجة لأسفل موجب سالب. طب هذه النقطة دي لفوق ولا لأسفل؟ لأسفل. إذن عشان كده قلت دي لأسفل، لأنه أنا هاي المستوى تبعي هذا الزيرو. كل هذا النقاط بتكون بوزيتيف، وكل هذا النقاط هنا بتكون نيجاتيف. طب عندي النقطة هذه قديش طلعت؟ ناقص 22.5 متر. تمام. اذا بيلو ذا لانشينج بوينت بيقول لي هذه النقطة تحت. ليش بيقول لي تحت؟ عشان السالب. ناو ايش بده؟ بده السرعة. السرعة سهلة، في فاينل بيساوي في انيشال. سوري هذه بس اضبط المعادله، بهمش. هذه فاينل وهذه انيشال، هذه الرموز ناقص جي تي. إذن now the final point، سوري احنا لسه ما خدناش. using the equation v final بيساوي v initial ناقص gt. قديش v initial؟ قلنا 20، والجي حفظناها، والزمن 5. طلعت ايش؟ طلعت 29 بالسالب. إذن هذه السالب ايش معناتها؟ معناته الجسم طالع ولا نازل؟ نازل downward. إذن downward هذه لمين؟ للسالب اللي هان. downward للسالب. ايش ضايل اخر حاجه؟ بيقول لي now find the velocity of the particle just before hitting the ground. هذه سهله. وين اخر نقطه؟ اي. طب انت بتتوقعها السرعه موجبه ولا سالبه؟ برضو سالبه. طب كيف بدي احسبها؟ مش مديني الزمن. طب هل بعرف انا قديش واي فاينل؟ هاي واي انيشال وهي واي فاينل. طب مش المسافه بينهم 50؟ خمسين. طب 50 يا ترى موجب ولا سالب؟ الاي تحت، مش لو قلنا كل حاجة لتحت سالب؟ اذا معناته واي فاينل قديش؟ ناقص 50 متر. بيقول لي واي فاينل بيساوي ناقص 50 متر. ليش؟ لانه تحت احنا مخدين كل حاجة لأعلى موجب وكل حاجة لأسفل سالب. اذا لتحت اذا بحطها سالب. جيب القانون، نرجع في فاينل تربيع بيساوي في انيشال تربيع ناقص 2 جي، واي فاينل ناقص واي انيشال. طيب ايش بدك؟ بدي في فاينل. في انيشال ما انتوا عارفينها 20، واي فاينل ناقص 50، واي انيشال صفر. عوضنا وطلعنا. طبعا هذه المعادله برضه حتطلع لي موجب وسالب، حتطلع موجب وسالب لانه هذه في فاينل تربيع. اخذ الموجب ولا السالب؟ طبعا بدي اخذ السالب، لأن الجسم ضرب الأرض وهو نازل داونورد. إذا بنفعش أحط موجب، مش بكرة تحطوا لي موجب. دير بالكم الكالكوليتر حتطلع موجب، الكالكوليتر حتطلع موجب، بيطلع كاش موجب زي السالب. أنت بدك تنتبه، هذه في تربيع. ها إيش هو جزء التربيع لل 25؟ ما حد يقول لي 5. قديش؟ 5 أو ناقص 5. قديش جزء التربيع لل 9؟ 3 أو سالب 3، براو. قديش الجزء التربيع الى المية؟ 10 او سالب 10. لكن بالكالكوليتر حط 100 وتحت الجزء بديك 10. فبدك تنتبه انت انه في عندك حلين، وبدك تطلع اي حل مقبول الك فيزيائيا. هنا الحل المقبول السالب مش الموجب. انتبهوا. تمام هيك؟ الاسئلة سهلة جدا وما فيش فيها اي تريك يذكر، واظني اصلا مواضيع حلينا عليها اسئلة واحنا في الثانوية العامة، مجرد إعادة ومراجعة للمعلومات فقط لا غير. هيك بيكون احنا انهينا. اذا هذه داونورد عرفنا ليش. The positive solution is rejected because the ball hits the ground while falling. بيقول لي البوزيتيف سوليوشن انا رفضتها، rejected. ليش؟ لانه البوزيتيف يعني لاعلى، وهو ضرب وهو كيف؟ لاسفل. هيك بنكون انهينا الشابتر. 5 فيديوهات مطلوب منكم حضورهم خلال اسبوع.
خلال الأسبوع الأول ابتداء من يوم السبت أو الأحد حطوا جدول إذا بدكم أحد وثلاثة زي ما هو جدولكم، معناته بدكم تحضروا فيديوهين في اليوم، هدول ساعة ونص، بدكم تحضروا فيديوهين وهنا مرة فيديوهين ومرة ثلاثة، لأن الفيديو الأول أصلا سهل فممكن تحضروا ثلاثة وبعدين تحضروا اثنين. هذه أول حاجة مطلوب منكم، إيش هو؟ تحضروا الفيديوهات. إيش الشغلة الثانية؟ الشغلة الثانية تراجعوا كل الكويزات اللي أنا حكيتها. الشغلة الثالثة تحلوا الأسئلة اللي موجودة في أول سلايد، في أول سلايد هيني بدي أرجعهم، هادوا للأسئلة بدنا نحلهم، وإنتوا كبار مش تقولوا لي عشان بدناش نسلمهم بدناش نحلهم، لا حلوهم وجهزوهم على ورق ويكونوا جاهزين ممكن نطلبهم في أي لحظة، وتأكدوا إنكم بتحلوهم صح تمام. وإحنا إذا عملنا محاضرة إن شاء الله أونلاين في أي حدا منكم إله تساؤل حنتعامل معه إن شاء الله. بعد ما هيك حنخش على كويز على المودل. المرة الجاية حنعلمكم كيف منكون في الكويز. طبعا أنا حاطت في المودل كل كويزات اللي ممكن تجيكم، يعني أغلبها كلهم تقريبا حاططهم، حفرجيكم على المودل إن شاء الله لما تفوتوا كيف العملية بتتم تمام. وبالتالي وين هي الكويزات، كيف تنزلوها، كيف تحاولوا تحلوها، عشان من كل هذه الكويزات يمكن يجيكم فقط 5 أسئلة منهم أو 8 أسئلة على كتير تمام. يمكن هتلاقوا عندكم حوالي 50 سؤال أو يمكن 100 سؤال. أنتوا هتتدربوا على هذه الأمثلة على هذه الكويزات، بعدين هتفوتوا إن شاء الله على المودل. اللي بيتابع أول بأول إن شاء الله مش هيتعب وحيلاقي الموضوع سهل جدا، وأنا موجود إن شاء الله على مجموعة الواتس اللي حنفعلها وعلى اللقاءات المباشرة اللي حتكون عن طريق البي بي بي واللي برضو حنعلمكم عليهم إن شاء الله بإذنه تعالى. هيك بنكون أجملنا الشابتر الأول، وابتداء من الفيديو القادم بإذنه تعالى سنبدأ بشرح الشابتر رقم 3، وهو شابتر برضو سهل بيحكي عن الفيكتورز والسكيلر. وحتى ذلك اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.